معلش حبايبي الموبايل فصل، هنعيده تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا بصل متقطع مكعبات، هنحط كمون وشطه وحبه كزبره بهارات سمك مع بعضينا وفلفل مفروم وثوم. هننزل كده بالكزبره بالكرفس بتاعنا، بيدي ريحه لاي سمك، بيدي طعم جميل. هننزله كده بيه ماشي، وهننزله بالفلفل بتاعنا المفروم المتقطع اهو، واحدة واحدة هنحط نقلبه مع بعض كل الخلطة دي مع بعض كده، ملح والكزبرة والشطة والكمون وكل توابلنا معاها. هننزله كمان بالطماطم بتاعتنا المتقطعة مكعبات اهو، هيطلع معانا سمك سنجاري خرافة. احنا دلوقتي هنقطع الليمون ونعصره، لان السنجاري ده بيحب الليمون اهو. النهارده كل اكلتنا فرن، مفيش حاجة من فوق اهو. هنعصر الليمون وهوريكم ازاي بنعملوه. الليمون هنجيبه كده 3 ليمونات 4 ليمونات، بيدي السمك طعم جميل جدا اهو. طبعا الرخامه بتاعتنا مغسوله. يا ريت الناس اللي بيقولوا لي الطريقه يخشوا على الفيديو ويتفرجوا عليه لاخره، هيعرفوا من اوله لاخره الطريقه معموله ازاي. احنا السمك بتاعنا هم منضفينه شمعة بيضة ومقطعينه سنجاري. ممكن في يوم كده اهو، كده الخلطة بتاعتنا بقت تمام، فيها كل حاجة، بهارات سمك وشطة وكمون وكزبرة وكرفس وفلفل حامي وبصل متقطع مكعبات. هنحط كده على السمكة كده على راسها اهو، على الجزء اللحم بتاعها على الجزئين اهو. كل السمك هيشرب من التتبيله اهو، ونحشي الراس كمان اهو. هنحط كل حته فيها التتبيله دي عشان السمك بتاعنا يشرب من الليمون والحاجة بتاعتنا. احنا الصوص بتاعنا ما كفاش، عملنا كمان في الصينية تانية سمكتين اهو اهو. شربنا السمك بتاعنا، هولع البوتاجاز، استنوني ارجع لكم تاني. السلام عليكم حبايبي، اهو السمك بتاعنا اهو هيبقى خرافة. هنحط كده حبة زيت حلوين عليه وكده ولعنا. هنعمله جنبه رز ابيض ولعنا الفرن، هندخله الفرن. استنونا راجعين لكم تاني، متروحوش في اي حته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وادي سيدنا محمد. معانا اهو جبنا السمك الشوي اهو، وعملنا جنبها سلطه خضراء، هنعمله رز ابيض بالزيت. وادي السمك بتاعنا اهو، هنحطوه خلاص في الفرن بس يشرب ميته شويه. وادي السمك التاني، الصينية التانية اهي
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحطهم حبايبي في الفرن ونحضرهم ونحضر الرز ونشوفهم مع بعض كده. يا رب تكونوا استفدتوا من يومنا النهارده وغدانا النهارده. السمك السنجاري هنشوفه مع بعض لما نغرفوه، وادي السمك الشوي بتاعنا وجنبه السلطه وهنعمله الرز. وما تنسوش تحط لنا اللايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد من بيت ايمي. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.